أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فقرتنا التالية مقال اليوم، وهو يحمل عنوان الموت في سجلات الظلم والاستضعاف لكاتبه الكاتب الفلسطيني الأستاذ ساري عرابي. هو معنا عبر سكايب لنقاش الأفكار التي حملها هذا المقال. أهلا بك معنا أستاذ ساري. أهلا وسهلا، حياكم الله. تطرقت إلى فكرة أن يعني مدى أثر سياسة الاغتيالات للرموز في مستقبل الحركات والجماعات، إلى أي مدى فعلا يمكن للاغتيال أن يؤثر في مسار هذه الحركة أو الجماعة أو الحزب أو حتى البلد؟ بالتأكيد يعني عمليات الاغتيال لو لم تكن مفيدة ومثمرة بالنسبة للقوى الاستعمارية أو القوى التي تقوم بمثل هذه العمليات ربما لم انتهجوا هذا الأسلوب المكثف. طبعا نحن الفلسطينيين قد نكون من أعرف الشعوب بهذا النوع من السياسات، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي يلاحق كوادر المقاومة في كل مكان في العالم وليس فقط داخل فلسطين الانتدابية. كلنا نعلم أن الاحتلال يرسل قواته وفرقه الخاصة وعملائه إلى أكثر من مكان في هذا العالم من أجل يعني تحطيم قدرات حركات المقاومة. هو في الحقيقة يهدف إلى أكثر من هدف بهذه السياسات. الهدف الأول هو استنزاف قدرات الشعب عموما وقدرات قوى المقاومة، لا سيما أن جزء من العمل المقاوم إلى حد كبير يعتمد على الطاقات الفردية، على القدرات، على الإمكانات، على المواهب الفردية التي ربما قد لا تعوض، وبالتالي هو يسعى إلى استنزافها ويسعى إلى إضعاف قدرتها على استيعاب مثل هذا النوع من الضربات. نعم. واستنزاف قدرتها على تعويض مثل هذا النوع من الضربات. أيضا يهدف الاحتلال أحيانا إلى هندسة العدو وهندسة الخصم بتغييب شخصيات معينة بحيث أصعد إلى قيادة العمل شخصيات أكثر ضعفاً أو أقل كفاءة أو أكثر استعداداً للتفاهم مع العدو. هل العكس وارد أستاذ ساري، بمعنى أنه يجري التخطيط والهندسة كما تفضلت لتغييب رموز وقيادات بهدف هندسة استراتيجية هذه الحركة أو الجماعة أو الحزب، لكن النتيجة تكون سلبية على هذه الهندسة وهذا التوقع؟ يعني نأتي بقيادات أكثر خطراً على سبيل المثال من تلك التي جرى تغييبها، هل هذا وارد أيضاً؟ يعني هو يعني لا يبدو حتى الآن مثلا أن قوى التحرك، خصوصا دعنا نتحدث في سياقنا. نعم. الفلسطيني أو في سياقاتنا العربية، انتهجت سياسات واسعة من هذا النوع. أنا أعتقد أن هناك أكثر من سبب يحول دون انتهاجها سياسات من هذا النوع على نحو واسع. طبعا حصلت بعض الحالات ولكنها تبقى حالات محصورة أو ضعيفة أو جزئية أو استثنائية ولكنها ليست واسعة. هناك أكثر من سبب. أولا بالتأكيد التفاوت الهائل في القدرات ما بين قوى مستضعفة إمكانياتها. نعم. محدودة وإمكانياتها قليلة، قدرتها الاستخباراتية محدودة، وما بين قوى هائلة مدججة تملك كل الإمكانيات العسكرية والأمنية والاستخباراتية والتقنية. وبالتالي الاحتلال بطبيعة الحال يمكنه أن، أو قوى الظلم كما أنا سميتها في أي مكان في العالم، يمكنها أن تمارس نوع أكثر من قوى الاستضعاف. ففارق الإمكانات أنا أعتقد أنه يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع. الأمر الآخر أيضا، في هناك أحيانا حركات التحرر وحركات المقاومة تتبنى سياسات يمكن أن نسميها سياسات محافظة، لأنها تخشى من ردات الفعل الهائلة للطرف الآخر في حال قامت هذه الحركات بمس أعصاب معينة لدى هذا الطرف الآخر. يعني مثلا عندنا في الحالة الفلسطينية حينما قامت مجموعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باغتيال وزير إسرائيلي سابق. نعم. يعني لم يكن على رأس عمله. نعم. وهو زئيبي، كانت ردة فعل الاحتلال الإسرائيلي مبالغ فيها جدا، أو يعني ردة فعل كبيرة. يعني هذه أنا أعتقد أنها من الأسباب التي تجعل حركات المقاومة لا تنتهج. نعم. هذا السبب، هذا الأسلوب بنفس طريقة العدو. نعم. لو ذهبنا إلى فكرة الموت كفكرة، إلى أي مدى هذا العامل اللا إرادي بالنسبة للبشر وهو قدر من رب العالمين بطبيعة الحال يؤثر فعلا في مسارات الحكومات، الجماعات، الأحزاب، التيارات؟ إلى أي مدى فكرة الموت تلعب دورا فعليا في تغيير المنهج وتغيير السياسة؟ إلى أي مدى هذا موجود فعلا؟ هذا موجود بالتأكيد. يعني مثلا إذا أردت أن أتحدث مثلا عن سياقنا. نعم. العربي مثلا، يعني كنا نلاحظ مثلا التغير في السياسات المصرية بعد وفاة جمال عبد الناصر مثلا، مجيء أنور السادات وهكذا. يعني نعم، سوف نلاحظ الآن في السياقات العربية مثلا تغير سياسات بعض الدول الخليجية بذهاب ملوك ومجيء ملوك جدد، هذا واضح تماما. فالأمر يتعلق بخيارات، يتعلق بمواهب، يتعلق بقدرات، يتعلق بانحيازات سياسية أو فكرية أو إيديولوجية معينة، وأيضا بظرف راهب تأتي به الرؤساء الجدد. هذا مثلا أيضا واضح في سياقنا الفلسطيني. يعني مثلا أعتقد لو كان الرئيس الفلسطيني. نعم. ياسر عرفات ما يزال على حركة رأس السلطة ومنظمة التحرير حتى الآن، أنا أظن أن المسارات التي كانت سوف تنتهج مختلفة. يعني نحن لاحظنا مثلا أن ياسر عرفات بالرغم من توقيع اتفاقية أوسلو
وتأسيسه للسلطة الفلسطينية وانخراطه في مسار التسوية دفع القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية للاشتباك مع الاحتلال عام 96 كما عرف بهبة النفق، وكذلك فتح المجال للجماهير للاشتباك مع الاحتلال فيما سمي بانتفاضة الأقصى. واضح تماما أن هذه السياسات لا يمكن أن تتهجها مثلا القيادة الراهنة مثلا لقيادة السلطة الفلسطينية، وبالتالي بالتأكيد الموت سواء كان قصديا تم اتباع إنساني تسبب به أو كان قهريا بالتأكيد يساهم إلى حد كبير في التأثير على حركة الإنسان وعلى مجرى التاريخ. نعم، في فكرة الموت أيضا وأنت عالجتها بصورة فلسفية في المقال، يعني حتى في موضوع شعور المظلوم بموت الظالم أو أحد أتباعه بالعدالة، هو شعر أن العدالة الإلهية انتقمت له من هذا الظالم، إلى أن الآخرين الذين شهدوا على هذا الظلم يعني ينكرون، ما زلنا بحالة إنكار عند موت الظالم هنا أو هناك، ما زلنا نختلف على ضرورة البحث والبحبشة في تاريخه وأسلوبه وما إلى ذلك. هذا الخلاف لماذا موجود برأيك؟ أعتقد أن هذا الخلاف ناجم عن سببين. السبب الأول هو تشوه التصورات الأخلاقية، ثبت ادعاءات مثالية أخلاقية في الحقيقة هي أخلاقية غير واقعية، وأعتقد أنها تتناقض مع الأخلاقية المطلوبة في حالة من هذا النوع. وأيضا الانحيازات السياسية في الحقيقة تجعل الأطراف المتعددة تعيد تأويل الموت بما يخدم مصالحها، ولذلك نحن نلاحظ أن الذين ينكرون على المستضعفين حينما يتحدثون عن تركة الميت الظالم هم أنفسهم هؤلاء الظلمة، يشوهون الميت الخصم لهم إذا كان مظلوما وإذا توفي. وهذا الحقيقة لاحظناه كثيرا يعني في السنوات الأخيرة، الذي يفتح هذه السجلات بطبيعة الحال يعني في الآونة الأخيرة مثلا توفي عدد من رموز الإعلام المصري الذين ناصروا الانقلاب وكان لهم دور سلبي للغاية. نحن لا نتحدث عن شخصيات عادية كي مثلا نذكر محاسنها أو كي يكف الناس عن البحث في تركتها، نحن نتحدث عن شخصيات مؤثرة للغاية، شخصيات عامة، شخصيات مهمة. وبالتالي أنا أعتقد أن التفتيش في تركتها هو ممارسة أخلاقية مهمة جدا، أولا لأنها كانت مؤثرة، الموت في نوع من العبرة والعظة للآخرين، الموت قد يدفع الناس للتخفف من البحث عن المكاسب الشخصية طالما أنها زائلة وطالما أنها زائفة. طبعا يمكن للإنسان أن يضيف إلى ذلك البعد الإيماني، طبعا أن الميت انتقل إلى العدل الإلهي وهذا يريح المظلوم الذي لم يتمكن أن يأخذ حقه في الحياة الدنيا. فأنا أعتقد أن هذا هو الموقف الأخلاقي الصحيح، إذا كان الميت نكرا أو إنسانا مغمورا أو إنسانا هامشيا ليس ثمت معنى للتفتيش في تركته ومحاسبة أثره الماضي، إنما إذا كان شخصية عامة ومؤثرة بشكل هائل سواء كانت شخصية إيجابية أو كانت شخصية سلبية، أنا أعتقد أن البحث في التركة والبحث في الأثر هو فعل أخلاقي بامتياز، وحق المظلوم أن ينتصف لنفسه بانتقاد ذلك الأثر أو البحث الأخلاقي. هذا ليس له علاقة بالمآل الأخروي، الله أعلم كيف يحاسب عباده يوم القيامة بطبيعة الحال، ولكن نحن في الدنيا ونتحدث عن التركة الدنيوية التي تركها هذا الظالم أو هذا الذي ناصر هذا الظالم. نعم، برأيك البحث في هذه التركة والبحبشة بهذا التاريخ واستحضار هذه الكلمة، هذا الفيديو، هذا الموقف، هذا التصريح، هذه الكتابة له، إلى أي مدى فعلا تؤتي أكلها بالنسبة لمن هم ما زالوا على قيد الحياة ممن هم على نهجه وسياسته وأشباهه؟ يعني هل المسألة تولد رد فعل سلبية بالتالي يزيد في ظلمهم، طغيانهم، سياستهم، أم أنه فعلا يعني يستشعرون أنهم في حال ذهبوا إلى ما ذهب إليه فإن مصيرهم سيكون بهذا النمط وهذا الشكل من التعليقات؟ يعني أنا أعتقد أن كل هذه الاحتمالات حاصلة. أنا لاحظت مثلا أن بعض الإعلاميين الذين مثلا ناصروا الانقلاب في مصر في بعض التعليقات وبعض التغريدات والمنشورات أغلقوا التعليقات لأنهم يدركون الموقف العام من سياساتهم ومن طبيعة انحيازهم ومن طبيعة موقفهم. على كل حال نحن نتعامل مع الموت باعتبارين، يعني الاعتبار الأول بأنه عظة سواء كان الإنسان مؤمنا بمآل أخروي أو غير مؤمن بغض النظر عن الموقف الإيماني، لكن لا شك أن الموت يذكر الإنسان بتفاهة وضحالة المكسب الشخصي، وهذا يفترض به يعيد أن يدفع الإنسان لإعادة تكييف موقعه الشخصي ضمن سياقات أخرى أفضل فيما يتعلق بعموم الناس، سياقات تندرج في خدمة عموم الناس وليس في خدمة مثلا الظلم أو التطرف بالانتهازية أو الأنانية. لا يملك الإنسان إلا أن يعظ وأن يقول كلمته، هذا هو الحقيقة التوجيه القرآني حتى للأنبياء، يعني أن عليه في البلاغ ليس أكثر من ذلك. الموت في ذاته واعظ، والإنسان عليه أيضا أن يلح على فكرة أن الموت واعظ. أيضا في الحقيقة من الممكن للإنسان
الموت ايضا يعطي املا، وانا هي فكره ذكرتها، يعني بمعنى لو كان البشر خالدين بنفس موازين القوى القائمه لا يمكن ابدا لهذه الموازين ان تتغير بالتفاوت الهائل في موازين القوى ما بين المستضعفين وما بين الظالمين، وبالتالي فكره موت الظالم حتى لو لم ينجم عنها تغير سريع هي ايضا في حد ذاتها تعطي املا للمستضعف بامكان التغيير. والحقيقه ان هذا المعنى ذكره حديث نبوي انا ذكرته في المقاله حينما تحدث النبي عن الميت عليه الصلاه والسلام مستريح ومستراح منه. نعم. فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا بينما العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وهذا يعني ان ظلم الانسان، طغيان الانسان، فساد الانسان، جبروت الانسان لا يمس فقط الانسان، يمس مجموع العوالم الدنيويه، وهذا يعني ايضا يدل على مركزيه الانسان في مثل هذه العوالم. هذا ايضا ذكر القران بقوله ظهر الفساد في البر والبحر، وبالتالي التاكيد على فكره الموت من هذه المعاني اعتقد انه ضروري لكل هذه الاعتبارات. اختم معك، خطوره الركون لفكره الموت باعتباره يعني سلطه الهيه فوق قدره البشر. هناك من يعتقد أنه علاج الظالمين وأتباعهم وأبواقهم هي فقط بفكرة الموت طالما هناك تباين شاسع في موازين القوى بيننا وبينهم. خطورة هذه الفكرة برأيك أين تكمن أستاذ ساري؟ أنا أعتقد أن هذه الفكرة مركبة، يعني إذا قلنا أن الموت يشكل واعظاً للجميع، يعني بمعنى أن الحياة قصيرة وبالتالي الآلام زائلة واللذات زائلة، زائلة بشكل نهائي، وهي أصلاً زائلة في مسيرة الحياة نفسها، يعني لا لذة تبقى ولا ألم يبقى. فهذا يفترض بالمظلوم أن لا يتكل على فكرة الموت، يعني بمعنى أن المظلوم نفسه يخرج من مخاوفه ويخرج من تقاعسه، لأن أيضا هو نفسه يعني آلامه وأوجاعه ومسراته وأفراحه زائلة تماما كالظالم. فبقدر ما ينبغي أن تعظ هذه فكرة الموت الظالم من هذه الناحية، ينبغي أن تحرك المظلوم أيضا من ناحية أخرى، يعني بمعنى أن يخرج من حالة البعود العمل والفعل. فأنا أعتقد أن فكرة الموت هي فكرة مركبة، يعني من جهة هي واعظ ومن جهة هي تعطي أمل، لكنها من جهة أخرى هي دافع. وأنا لا أحسب أن أحدا يعني يتحدث عن تركة ميت لأنهم متكئ على الموت أو على القدر الإلهي. أنا أعتقد أن هذا بشكل أو بآخر أيضا يعبر عن حالة عجز وغير قادر على حقه، فيجد أن الموت أنصفه بشكل أو بآخر، لكنه لو كان قادرا على اتخاذ حقه لا أعتقد أنه سيمتنع عن ذلك. كل الشكر لك أستاذ ساري عرابي على وجودك معنا ضمن مقالك الموت في سجلات الظلم والاستضعاف.